منورتنا النهارده غريبه شويه، بس الحقيقه ان هي بتهمكم جدا جدا، لان كل حد فينا لما بيبدا ياسس بيت جديد لنفسه او يحب ان هو يجدد بين كل فتره والتانيه بيبدا يفكر في طريقه ان هو يختار الديكور المناسب، يختار الالوان اللي بيحبها، ينسقها مع بعض، بيبقى دايما بيدور على التغيير، التغيير في طاقه المكان وفي الروح اللي في المكان علشان يحسوا انهم مرتاحين او مش مرتاحين، عندهم طاقه ايجابيه، عندهم طاقه سلبيه في البيت، خناقات، مشاكل ما بتنتهيش. في مننا اللي بيبدا يحس ان هو محسود، في مننا اللي بيبدا يحس ان حياته متشقلبه، وبنسمع برضو كتير اللي يقول لك المكان ده ريحه حلوه او عتبته حلوه. فعشان كده بقى عندنا خبراء في علم اسمه علم الطاقه، نقدر منهم اننا نعرف ازاي نتجنب الطاقه السلبيه، ازاي نجذب في حياتنا الطاقه الايجابيه طول الوقت، وهم كمان اللي ممكن يساعدونا نخلي بيتنا مكان للراحه فعلا. وبما ان اميره الحقيقه عندها اسره واولاد وكده، فانا عايزه اسالك يا اميره، التزمتي قبل كده بموضوع الطاقه وانت بتجددي بيتك او انت بتعملي بيتك؟ بصي، في الاول خالص ما كنتش ملتزمه بيه، بس من كتر ما شفت وقريت وسمعت، لا في بيتي الاخير ده التزمت جدا بحاجات كتير. ايه بقى؟ يعني تكتشفي ان العفش نفسه لازم يكون ليه شيب معين، المرايات في مكان معين لا ما تبقاش موجوده، صح؟ ما تناميش مش عارفه والمرايه ازاي، ما فيش كراكيب تبقى موجوده تحت السرير. كل ما كانت الحاجه هاديه وبسيطه الدنيا رايقه. في زرع كمان بيجيب طاقه ايجابيه، يعني في حاجات كتير الصراحه ابتديت اركز فيها. ان انا انت انا المهم قوي البيت بصراحه عندي. يعني بس الحقيقه فينا يعني اصل بصي، هو ده المكان اللي انت بتبقي عايزه تخشي فعلا ترتاحي فيه، تعملي كده بس كده. فهو ده اللي انا عملته. وكمان يعني من ضمن الحاجات اللي انا ركزت فيها، كلنا بنتبسط فين؟ في الاوتيلات. انا خليته ستايل الاوتيلات اللي هو كله لون واحد، مفيش دوشه. يعني انا مودرن كمان بيتي، عارفه، حافظاه. يعني في ناس كتير فعلا بيقول لك محتاجين نروح، لازم تعزميه. ده انت يا نهار ابيض، بيبو المخرج ده انت تنور يا فندم، ده انت تنور وتتفضل كده وتدوق اكلي وكل حاجه وكل الكرو طبعا. الحقيقه في ناس كتير فعلا بدات تهتم بموضوع طاقه المكان وتحاول تعرف عنه اكتر، سواء كان من خلال جوجل او انهم يستعينوا بخبراء طاقه يتكلموا معاهم وهم بيجهزوا بيتهم. في ناس تانية ما بتبقاش مهتمة خالص بالموضوع، وشايفة ان ده خرافات مطلعينها وبيضحكوا بيها علينا وعلى الناس ومفيش حاجة اسمها كده. فأنا بقول لكم فعلا لا، بجد بجد اطمنوا، ده مش ضحك على الدقون ولا حاجة، محدش بيضحك عليكم، فعلا في حاجة، في علم، في فلسفة صينية قديمة من 4000 سنة بتصنف كل حاجة تحت مسمى الطب التكميلي، وفي قواعد معينة المفروض نعملها علشان نخلي البيت مناسب لشخصية كل واحد، خليك لما انت تدخل البيت يعني تقلع كده كل طاقتك السلبيه وهمومك على باب البيت من بره. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم ان ده كمان بينطبق على اي مكان، سواء البيت او الشركه او المكتب، حتى المحلات. صح. زي ما هند قالت كده، زي ما بيبقى في بيت كده ايه ريحه حلو. أيوه. عتبه حلوه، ده حقيقي. تلاقي في محل لو جبت مين يفتح فيه بيفشل وبيقفل. ايوه صح. هو بلا شك انه بيت كل حد فينا المفروض يبقى اهدى مكان في العالم، لان الواحد الحقيقه بعد دوشه طول اليوم الشغل والناس والزحمه بيرجع يعني يلاقي مكان مؤهل يفصل فيه عن كل ده. وفي خبراء كتير بيقولوا انه البيوت الريفيه هي اقل بيوت فيها نسبه نكد واقل خلافات بين المتجوزين، وتحسي كده ان في بركه في بيتهم. انا بالمناسبه يعني حلم حياتي ان في سن معين اسافر اندونيسيا واجيب ماذا واقعد في الريف. انت فاكره كنت بقول وبيت صغنن وشكرا. ايوه، وده بيستخدموا علم طاقه وعلم طاقه وعلم المكان. هم الحقيقه انه ناس في الريف حياتهم طبيعيه وبسيطه بالفطره، وتدخلي بيتهم تحسي براحه وما تفهميش مصدرها ايه، لكن كل واحد بيعيش في المكان والبيئه اللي تريحه. اهم حاجه ان انت تبقى عايش في بيت مريحك بجد. بالظبط، دي اهم حاجه هند. وعلى فكره علم الطاقه ده بيتدخل في حاجات كتير جدا، يعني بيتكلم ان طاقه الشخص اللي قدامي ايا كانت فهي بتاثر فيا، ودي حقيقه. صح. الالوان اللي بنشوفها بتاثر فينا، الاماكن اللي بنروحها، ديكور البيت زي ما قلنا. وكمان يعني اصلا ربنا خلق في الكون طاقه عظيمه جدا جدا، وهي الطاقه الكونيه، يعني بتنقسم لاسمين طبعا. الطاقه الايجابيه ربنا يكترها، بتتمثل بقى في الرحمه، محبه، الامن والسلام وغيرها. الطاقه السلبيه ربنا يكفينا شرها ويكفينا كل الناس السلبيين اللي بنقابلهم في حياتنا، دي بتتمثل بقى ايه؟ كراهيه،
حسد، غيرة وغيرها وغيرها. في النهاية هدفنا أننا نساعد بعض، نكون أشخاص سويين وإيجابيين، ونهتم بتفاصيل صغيره كده جدا ممكن تخلي حياتنا اسهل، صح، طاقتنا احلى. صح، وانت اتكلمتي عن حاجه مهمه، طاقه البني ادمين. لازم نفهم حاجه مهمه جدا، ان اي تصرف واي كلمه ممكن تقولها لحد ده هياثر فيك، هياثر فيك انت الشخص اللي قايل الكلمه. يعني لما تقول لحد انت فاشل فانت بتحسسه بالاحباط، غير لما تقول انت شاطر وحاجات تانية. وعايزه اقول حاجه، انت لما تقول له ان هو فاشل وتفضل تبث طاقتك السلبيه على الناس، الناس هم انعكاسك، كل حاجه صحيح هتديها للناس هترجع لك. حاجه تانية، الاغاني اللي بتسمعها بتاثر في طاقتك ومودك على حسب بتسمع ايه. وعشان كده النهارده هنقول لكم بالتفصيل الحقيقه من لسان اهل العلم ازاي نفهم طاقتنا وطاقه المكان وطاقه الكلمه بشكل اكبر، ونطبقه بشكل بسيط ومناسب لينا علشان في النهايه نقدر نخلي حياتنا احلى واهدى واروق كده. لكن